معنى كمواطنة تونسية وناشطة في المجتمع المدني، معنى نعبر على الغضب متاعي اليوم وقت اللي سمعنا، معنى صدفة اللي البغدادي المحمودي، دكتور البغدادي المحمودي هزوه الصباح الخمسة متاع الصباح اليوم لحد 24 جوان 2012، سلموه للحكومة، نسميها حكومة الناتو على خاطر ليبيا توا في الوقت الحاضر مستعمرة. ونحب نذكر السي المرزوقي نهار 25 ماي، نهار احتفال 35 سنة بعيد ميلاد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وقت اللي مشيت له أنا وزميلاتي وزملائي هزينا معنا لافتة، وقدام التلفزي الكل والوسائل الإعلام وقدام الرأي العام التونسي ثم يجي 2000 شخص في الـ في الـ في قاعة المشتل، هزيت له لائحة في يدي فيها التسليم البغدادي، وقت اللي هو تكلمني وجاني، معناها كلمني قال لي شكون تقول فيه أنا الكلام هذا مقتنع به، أنا ما نسلموش، وقال هو لي الكلام هذا قدام الرأي العام الكل قدام التلفز الكل، وينو الكلام هذا؟ وينو الوعود هذه يا سي المرزوقي؟ والحكومة نتاعك، الحكومة نتاعك معناها تطاول عليك إذا كان هذا صح الكلام، هذا حاجة هذايا معناها خطيرة ياسر في تونس، في تاريخ تونس وشرف تونس، وماذا بينا يا التوانسة اللي فاتنا اللي فات، لكن حاولوا تعملوا تقدموا حاجة معناها بعد التسليم البغدادي تشرف التوانسة. كل حال يا سي المرزوقي، هاي نتكلم فيك كمواطنة تونسية، اللي أنا تونسية نتشرف بتونس، لكن طوى سي لا هونت. كيفاش سلم البغدادي المحمودي وانت توعدنا تقول في المقابله نتاع خمسه الانيفرسير نتاع حقوق الانسان في المشتل، انا زيد انا نقولها لك، وقاعد يكلم فيها سي بن موسى ويقول لي والله لا نعطيوس البغدادي المحمودي، وانت تخزر لي علاه سلمته؟ ولا وقت الحكومه اقوى منك؟ ولا هما جايين ينتقموا من الناس الكل من العالم كامل؟ مع كام جايين ينتقموا هما يخليوك انت وتخليهم هما يعملوا اللي يحبوا؟ وان شاء الله ما تزيش سلم الثاني يا سي مرزوقي. سي ابو زيد عبد السلام ابو زنتان، ابو زنتان هكا فهمتي، ما عنده حتى علاقه، راجل اعمال وشدينه يلطف على تونس اللي انتم حطيتوها وخليتوا عار اللي انا باش نقول تونسي بصراحه. ولهذا احنا مجتمع يلزم نرجعوا قيمه تونس، يلزم تونس ترجع كما كانت.